رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني رئيس إثيوبيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. الرئيس العليمي يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ويشيد بدور المجلس في دعم اليمن وقضيته العادلة. اللواء الزبيدي يهني الرئيس التركي بفوزه بولاية ثالثة. عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فادي باعوم يزور أسرة الشهيد بن همام أول شهداء الانتفاضة الشعبية 1998. محافظ حضرموت يلتقي بالرياض السفير البريطاني والقائم بأعمال السفيرة اليابانية.